وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد عن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. بداية، عام جديد يمر على المختطفين في العراق، كيف رصدتم هذه القضية خلال ذلك العام؟ مرحبا. طبعا قضية المختطفين ما هي زالت المسألة الشائكة في هذا الملف، حيث أن هناك يعني عدد الشهداء وعدد القتلى وعدد المهجرين واضح الأعياد، ولكن المبهم في هذا الموضوع هو موضوع المختطفين، فلا يعرف مصيرهم، هل هم مقتولون أم يعني مغيبين في غياهب السجون. وهذه الأمر مردود إلى أن الحكومة الحالية يجب أن تكشف عن مصيرهم فيما إذا كانوا قد قتلوا أو إذا كان في سجون، وإذا ما كانوا في سجون فعلى القوات الحكومية والحكومة الحالية أن تقوم بالإفراج عنهم، وذلك بسبب أن هؤلاء وقعوا في يعني في وقت حرج ووقت غير قانوني، وبالتالي يجب على القوات الحكومية الإفراج عنهم فورا، وهذا ما ما تقوم به أو تقوم به القواعد القانونية الدولية الإنسانية، حيث لا يجب أن لا تكون هناك أي اعتقالات تعسفية بحق هؤلاء البدريين. هنالك تقرير لأسوشيتد بريس تحدثت فيه عن بلاغات عن أكثر من 3000 مفقود في الموصل وحدها، إلى ماذا ترجع ازدياد الأعداد في الموصل؟ طبيعة الحال أن معركة الموصل هي معركة طائفية بامتياز، معركة سياسية بامتياز، كل هذه هي المؤشرات تدل على ان القوات الحكوميه والقوات المرافقه لها من قوات حركه الثوره الايراني وميليشيا الحشد الشعبي وغيرها من القوات التي شاركت في هذه العمليات هي جاءت الى هذه المدينه لتدمير هذه المدينه من الناحيه الانسانيه، من الناحيه البنيه التحتيه، من الناحيه التاريخيه والحضاريه، وكل هذه المقومات تشير على ان هذه القوات قامت بجرائم حرب انتهكت فيها جميع القواعد الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي أن ازدياد الأعداد للضحايا المدنيين يؤكد ما نقوله بأن هذه الحرب ليست هي حرب ضد التنظيم أو ضد الجميع المسلحة، وإنما هي جاءت لتدمير تاريخ عريض تكونه هذه المدينة. طيب، هناك اتهامات لبعض الجهات التي تنخرط في هذه الأزمة، هل رصدتم جهات بعينها ضالعة في هذه الجرائم أم لا؟ نعم، المسؤول الأول هي القوات الحكومية، حيث أن القانون يفضل على أن هذه القوات يجب أن تكون هي وحدها المسؤولة في استعادة السيطرة أو كما يسمونه التحرير، وبالتالي فإنها سمحت لقوات أخرى مثل ميليشيا الحج الشعبي وميليشيا الاشوريين واليزيديين، وبالتالي ايضا يعني هناك ميليشيات الحرس الثوري او الحرس الثوري الايراني، كل هذه القوات المسلحه المشاركه في الهجوم على الموصل هي المسؤوله اولا واخرا عن الانتهاكات الجسيمه التي حدثت في مدينه الموصل وعلى المدنيين، وبالتالي المجتمع الدولي الان امام خيار أن تقوم هذه الجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق فيما كانت هذه القوات قامت بالعديد من هذه الأفعال المشينة، وبالتالي تقديمهم إلى العدالة الجنائية، خاصة أن الظروف الآن مواسية أن تقوم هذه المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة بجميع أجهزتها بأن تقوم بتحقيق شامل وشفاف تجاه ما يجري في مدينة الموصل وغيرها من المدن العراقية. طيب، إلى أي مدى تؤثر هذه الجرائم على ثقة المواطنين في العودة إلى مناطقهم؟ وألا يعد ذلك جريمة حرب؟ إن كان الجواب نعم، لماذا يتم التغاضي عن هذا الأمر؟ المسألة يعني هي جملة وتفصيلا نعم. هناك جرائم حرب، هناك انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، ولكن هناك بقي العامل الاساس والعامل المؤثر في هذه العمليه هو الاتهام بانه هو العامل السياسي، حيث انه الولايات المتحده الامريكيه
تريد ان تظهر بهيبتها تجاه ما يجري في العراق بانها حققت الديمقراطيه وان القوات العراقيه التي شكلتها القوات الامريكيه بمساعده ايران بانها قامت بجحر الارهاب، وهذا يعني السمه السياسيه لهذه الحروب، وبالتالي فاننا نقف امام كما قلنا قبل قليل عائق وحاجز امام تقدم مسيره القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان في تطبيق الياته في العراق. نعم، من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.